الأزمة المالية التي تواصل إسقاطها لأوراق الاقتصاد الوطني منذ سنتين يبدو أنها تدفع الحكومة تدريجياً نحو تغيير موقفها تجاه القاعدة الاستثمارية 49-51. يظهر ذلك جلياً من خلال مشروع قانون الاستثمار الذي جاء خالياً من القاعدة والذي انطلقت مناقشته اليوم تحت قبة البرلمان. يعني على حسب القانون افرغوه من المادة هذه وحولوه للقانون المالية، وعلى حسب المداخلات نتاع النواب تاع فلان، انا نقول القاعدة 49-51 كاين مخطط اللي كما يقولها اقبار هذا القاعدة، يعني باش يلغيوها نهائيا. حتى قاعدة 51-49 اللي كانت تسمح للدولة انها تكون عندها عين في كل الاستثمارات الأجنبية، حتى هذه حبوا ينحوها، تحولت إلى القانون المالية 51. أظن إعادة النظر، وإذا جنحنا إلى الاقتصاد الحر فإنه يجب يعني أن نأخذ بكل يعني هذه التركيبة كلية. يقول البعض أن تخلي الحكومة عن القاعدة 49-51 جاء نتيجة حتمية للضغوط التي بات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجزائر بإجبارها على التخلي عنها. هذا القانون تمهيد للقاء نتاع سنة 2020 للعام، والخاص يعلم باللي بلادنا كان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2017، يعني تحل الاقتصاد، تحل أبواب نتاع الاقتصاد والاستثمارات في كل القطاع على حسب العقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تلك هي إذن مخلفات اليوم الأول من مناقشة قانون الاستثمار في مجلس الشعب. القاعدة 49-51 تصنع الجدل مرة أخرى في انتظار النتائج.